برمتها. جملة من المواقف وحرب تصريحات بين طرفي الأزمة، آخرها انسحاب مؤقت لوزراء المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، احتجاجا على تصريحات كان أطلقها بسندوى ضد صالح ونظامه السابق. غير أن مصدرا مقربا من الرئيس هادي قال إن انسحاب وزراء المؤتمر الشعبي يندرج في إطار محاولات صالح لإفشال حكومة الوفاق الوطني، هذا في ظل أنباء تتحدث عن أن صالح هدد بسحب وزراء حزبه من الحكومة. حيال هذه المستجدات قام الرئيس هادي بتشكيل لجنة من الأحزاب تضم شخصيات سياسية بارزة كلفها السعي إلى مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد، كما كلف هذه اللجنة بالمساعدة في التطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية سياسيا وإعلاميا، وربما يلجأ هادي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. الأزمة السياسية تفجرت مع انتقادات قوية وجهها بسندوى إلى صالح ونظامه السابق حين اتهمه بارتكاب مذبحة جمعة الكرامة ومحاولة وضع العراقيل أمام الحكومة. إثر ذلك شن قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام هجوما لاذعا على بسندوى ووصفوا حكومته بالضعيفة نذر أزمة سياسية تتصاعد في اليمن ربما ستقود إلى زيادة الاحتقان في ظل التمترس القائم واستمرار انشقاق الجيش. ويرى الخبراء أن الإسراع في إعادة هيكلة الجيش والأمن هي الخطوة الأسلم نحو نزع الفتيل وتفكيك أضلاع الأزمة قبل الإطاحة بإنجازات اتفاق التسوية.